طيب شوف حديث 21 و400 و1000. عن جابر بن عبد الله قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال: من أخاف هذا الحي من الأنصار فقد أخاف ما بين هذين، وضع كفيه على جنبيه. يا الله، من أخاف هذا الحي من الأنصار. انظر الذي يتجرأ على إدخال الرعب والخوف على الأنصار، ماذا يترتب على ذلك؟ كأنه أخاف النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، كأنما أخاف النبي صلى الله عليه وسلم. تصور نفسك تدخل الرعب والخوف على نبينا صلى الله عليه وسلم، انظر هذا عظم الإثم. فهذا هو هذا الحاصل الذي أخاف الأنصار.